أعرف الشيطان الأول لازم نعرف إيه هو الضعف الجنسي، لأنه في ناس كتير جدا عندها إنكار، أنا بنكر، أنا مش عارف يعني إيه ضعف جنسي، فأنا بنكر الضعف الجنسي، ده الشيطان الأول. ممتاز. هي كلمة ضعف جنسي هي كلمة كبيرة وتعني عدم القدرة على إما بداية العملية الجنسية أو إتمامها للنهاية. وطبعا العملية الجنسية بتمر بمراحل ثلاثة. بداية بتحدث حاجة تسمى الرغبة، إذا حصل خلل فيها فبنسمي ده صورة من صور الضعف الجنسي. يلي الرغبة تحريك غريزة ثم انتصاب، فإذا حدثت مشكلة في الانتصاب فبنسمي دي برضو صورة تانية من صور الضعف الجنسي. يليها بعد المتعة ما يسمى بالقذف، إذا حدثت مشكلة في القذف برضو زي الناس عنده برضو صورة تالتة من صور الضعف الجنسي. وبالتالي أي خلل في أحد المحطات الثلاثة بنسميها ضعف جنسي: خلل في الرغبة، خلل في القدرة على الانتصاب، خلل في عملية القذف. التلاتة عبارة عن صورة، تلات صور من صور الضعف الجنسي. لكن أغلب المرضى يعني ما بتهموش قوي مشكلة الرغبة والقذف قد ما بيهموا الانتصاب، هو ده فعلا القاتل. وده أغلب الأطباء لما بيتكلموا عن الضعف الجنسي هم بيركزوا قوي على موضوع الانتصاب، هو يستحق هذا. مدى انتشار هذه المشكلة بين الشباب زادت، دي كارثة فعلا. وإحنا كنا زمان بنعتبر موضوع الضعف الجنسي مشكلة عمرية، مع تقدم السن يبدأ يحصل ضعف جنسي في فئات ومحسوبة من سن 45 ل 55 سنة بيبقى فيه 20% من الناس، بتزيد من 55 ل 65 يبقى أكتر من 50% من الناس، وهكذا لما توصل ل 100% في الفئات فوق 70 و 80 سنة. لكن مشكلة بقى الحقيقية احنا كنا ده قلنا نعيره اهتمام، تغيير سني زي اللي شعره هيبيض وعين عدسة عينه وهكذا. لكن الشاب لما يبقى في قبل سن الثلاثين وعنده مشكلة تخليه مش قادر يبدأ حياته أو بدأها وللأسف بيهدها عشان الضعف الجنسي، فاحنا في مشكلة حقيقية. وده اللي خلانا لابد ان احنا نهتم بهذه القضية ونخليها، انا بعتبرها قضية امن قومي. لان اللي عنده مشكلة ضعف جنسي هو شاب لسه في بداية حياته، هينعكس عليه مش في بيته بس، هينعكس عليه في شغله، هينعكس عليه في تصرفاته مع الآخرين، في سلوكه، فهي مشكلة أمن قومي حقيقي. ولابد أن احنا كل أجهزة الدولة تسخر نفسها لعلاج هذه المشكلة، وخاصة كليات الطب لأنها هي الدور الأساسي في هذا الموضوع. كليات الطب لابد أن يكون في هناك في كل كلية طب من الآن قسم اسمه أمراض ذكورة، ما يبقاش في صراع بين المسالك والجلدية، لا ده بتاعتي ده بتاعتي، والمريض يتوه في النص بالاثنين.